فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أختي تزوجت والذي تولى عقد الزواج هو خالها. أختي تزوجت والذي تولى عقد الزواج هو خالها. ومن هو اللي عقد لها على هذا الوالي؟ اللي تولى العقد منه، المأذون منه اللي تولى، هذا يجب يؤدب. الخال والجد من الأم، وهذا ما لهم، هذا محار، هذا من ذوي الأرحام، ما هم بعصبة. كلام على العصبة، الأولياء هم العصبة، ما هم الأولياء مجرد الأقارب، لا. نعم. ثم حفظك الله ورعاك، يسأل يقول: ما توجيهكم لنا في ذلك، وكيف نصنع بعد أن رزقت بأولاد؟ جدد لها العقد، عقد لها عقد جديد بتصحيح، والأولاد يلحقون به، لأنه وطئ بشبهة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.